اشتبط المسلم عاش الهدي للعلم والوطن. من محافظة القرن نرفع بهذه المناسبة المجيدة أسمى آيات التهاني والتبريكات باسم المحافظة وأهاليها لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أيده الله. يا بلادي في يوم عيدك جئنا نتغنى ونحتفي ونشيد. سلامي سلامي على أبونا ملكنا الملك سلمان. لو سمحت ما علي يا ولدي متاخلة. رحم الله أبي وكل شهداء البلد العظيم. أتعرفين يا ابنتي أن كل ما أشتاق إليه هو أن أعود لميدان الشرف والتضحية من جديد. تسعة وثمانين عام من الرخاء والتقدم أصبح الشعب في خير ونعمة ولا جنب جنوب. عمار يا دار نادر السلام دار بنتها عزوم رجالها بنية بلف عال ما هو بالكلام حتى نمت وعتنا من زالها. نقول كلمة